صبحكم الله بالخير، صباح الخير جميعا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هنا القرار الأخير يا ميلانو إيطاليا، تبعد 79 كيلو، بس حاطين الجي بي إس تاخذ 1 ساعة و20 دقيقة. ممكن الحدود الإيطالية تكون زحمة، الشباب خبروني يقولوا لي ممكن تحصل زحمة الحدود الإيطالية. بارك ناتو قطار مغطار الشحوب بنحصل له باركن إن شاء الله. ريال مبروك، هذا يعيب لنا ما خلانا بإدارة. بنروح ساحة الدوم، بس ما بصير نحوط من ولا من ساحة الدوم شوبينج. بنصير عندهم ساحة زينة فيها مول على اتفاق، قلت لكم 6 دول هاي دول الساسية، بس بعد في صورة الجولات. يوم بصب بترول ولا ديزل في محطة الوقود لا تحرك سيارك. طبعا تيجي وتصب عادي، عقب تروح داخل تحاسب تعطي رقم المحطة، تقول مثلا رقم 3 رقم 4 وتحاسب سواء بالفيزا ولا كاش. هاي المحطات في سويسرا، في بعض الدول لا تحصل الفيزا على دارك، تدخل فيزا بس تاخذ اوكي عقب تعبي. ريوق عندهم المحطات، هاي محطة بترول ما شاء الله طالع كل شيء فيها. نحييكم من إيطاليا، باقي 45 كيلو عن الدومو زي ما يقولون. الحدود الحمد لله فاضية ما فيها زحمة، محمد مسوي حشرة زي ما عداكم، 6 دول 6 دول، والفيدافون شغالة ما شاء الله في كل الدول ما عدا هولندا للحين. هذه ساحة الدومو، حصلنا موقف حق الشاحوف ما شاء الله، شوي هاي شحف الرصفة بس ماشي اموره ماشي الحمد لله. يا سلام بنغلاديش جود. اهلا وسهلا في ميلانو، هاي بوي عاصمة الماركات، ترى كانت ترى هي العاصمة، عقب حولوها على يسمونها هي روما. عدد سكانها 1,300,000، 1,300,000 شخص، يعني مو بشوي يعني كمدينة واحدة يعني. طبعا طلعت منها الماركات المعروفة مثل فرزاتشي، جوتشي، برادو، أرماني، كلها من هالبلاد هاي. طبعا الحريم أول ما يدشن على الماركات يضيعن، تدور ما تحصل، أنت تستوي تدور مش يدورونك يعني. هذا فريق كشافة من عمان، مكتوب بهلة كلب مال عمان. هذا شو تبون؟ شو عندك محمد؟ شو عندك؟ شو هذا؟ المكان زين حق الشوبينج، زحمة
والجو شوي حار ترى الجو، يعني قلت لكم شهر 4 اوكي يكون مكانه. حيستي ثيابك مثلا؟ ها؟ ماشي خاشوقه، ها الصبح خاشوقه. صح؟ يوم الجو حار ما تحب تمشي، الجو حار صراحه 29 عندهم. انا ماسك الشباب هذي اللي عندي ياس على الرصيف اشحت يعني. باكر ان شاء الله رايح مكان بجلس فيه يومين. شيكت على درجة الحرارة اقل شيء فيه 13، وامطار بتكون يومين او 3 امطار الارصاد عاطية شيء يعني. زي ما وعدناكم خلصنا 6 دول 17 يوم، بعد في اماكن بسير لها ان شاء الله. عادي تحسبون نشحت. ما في كرسي فاضي في الساحه، كل ما يصير مطعم الكراسي فل. كنا ابوي مالنا غير كولا ورصيف. انت بعد الساحه اظني في مطاعم وايد. ما شاء الله الخليجيين وايد في المكان. الشرطه بعد وايد ما شاء الله في المكان. الامور طيبه هاي تبي ترقد اظني. ما دام وصلنا ايطاليا لازم نجرب الباستا. منعوت عليه المطعم ها بيربا وشوفه زين ولا لا. احسبهم مو بهادين يعني، في اوروبا الثانيه تحس انه هدوء في المطاعم، هني تحسهم قرقعه حشره سبحان الله. ايطاليا اتوقع زينه في الشتاء من شهر 4 شهر 3 شهر زينه كلين شهر 5، اما الحين اشوفها حاره ما تسوي يعني يوم واحد حدا يعني. يمكن في الليل يعتدل الجو ما ادري يمكن، بس اللي بتشرى يوم كامل شيء وبيروح لا عنده مشكله ان شاء الله. بس معروف الخط هذا اسبانيا ايطاليا اليونان، هاي الحين جو حار. خير زيارته ان شاء الله 4 زين. الطريق من لوغانو لين بعيد لكم الجدول، الطريق من لوغانو لين ميلانو تقريبا ساعه يمكن اقل او اكثر شيء بسيط. طريق فنان 3 خطوط، السرعه 130، بوابتين عباره عن بوابتين، بوابه الحدود وبوابتين للفلوس دفعنا فلوس فيهم. البوابه اللي بعد الحدود دفعنا 2.7 يورو، واللي عقبها دفعنا 1.7 يورو اللي هو هذا مالهم سالك. الحدود ما كلمونا، وكان مره الشارع مره ما وقفنا ماشي، في حد يوقفونه يسالونه، في حد ما يسالونه، الحمد لله. عاده خل جوازك معاك اذا كنت رايح ايطاليا عن طريق عاده يعني على الحدود، اذا حد سيركون جوازك عندك افضل يعني. المكان هذا شكله في الشتاء جدا فظيع جدا حلو، شهر 1 شهر 2 بيكون مكان جدا حلو صراحه. اذا كان جو مغيم وممطر مكان بيكون جدا جميل صراحه. باكر ان شاء الله رايحين منطقه بارده، اشوفها بارده يعني من 21 ل 13، تبعد عن لوغانو ساعتين تقريبا ان شاء الله. يطولون عم نسجل على اساس انه الناس ما يسمعون بعض، والناس يوم يطولون عم نسجل يرفعون صوتهم، في حشره نفس البلاد اللي بيني بينكم يعني نفس الحشره يعني. ما نطلع مني نروح على الاوتليت لانه على الطريق، مره على طريقنا على لوغانو لانه مكان مكيف وحلو صراحه. ربعنا يعلمونهم الشغلات مو بحلوه، يصير يكتبون على الفوانيل زي السب بالانجليزي، لا وكاتبين سب بالعربي بعد. شوفوا الكلام هذا. هاي السيارة موجودة بأبو ظبي، كابتن مسعود تبيعها، أظني نفسها بس راينو، هي رينو. هاي شكلها كعكع بس من الكبار. تايرها أظني في الرملة تمشي عادي، هاي شو تواير رملية عليها. هذا اسمه شو؟ كرامينو. شكله هذا جاي في المزاج الحين، كرك شكله بس مالهم. هذاك الكرامينو شفتوا هذا الكرامينو صراحة طعمه وايد فنان نفس السربيتو.
مواقف وايد عند الديمو الدومو ها مالهم. ها موقف تحت الارض قريب ما شاء الله كل شيء فيه. خلصنا من ايطاليا زيارة خاطفة في 4 ساعات ورادين في ريجنا. هذه طال عماركم ميلانو. ياس نودع ميلانو. هاي بوي شوارع ميلانو. هذه كلها دراجات ميلانو ترى. عندهم ما شاء الله الماركات في كل الشوارع. يعني ماركات حس انه ما يحتاج عندهم. شوي سواقتهم في ايطاليا غير عن اوروبا. تحسهم شوي مخربطين في السواقة. يتلففون على بعض وهذا. ولكن الامور طيبة يعني. اكثر ناس في محل الماركات اليابانيين والعرب يعني الخليجيين وشوي صينيين يعني. قربنا على الحدود السويسرية الإيطالية منطقة اسمها كومو. كومو الحدود عندها تقريبا. هذا هو الطريق بين إيطاليا وسويسرا. ما شاء الله طريق مفتوح فنان. شوفوا السرعة 130. هذه كومو. شوفوها كومو. هذا سالك مالهم. سالك شوفوا اللي بيدفع كاش مش مسجل ياخذ يمين. طاحنة تاخذ يمين يعني اخذ يمين. شوف هاي طال عماركم هني. هذا اللي بيدفع كاش عندما 72 فلس قصدي يورو. وصلنا طال عمركم الحدود السويسرية اللي يسمونها هي هذه ايطاليا. هاي الحدود وصلنا. رجعنا على المول مالنا الحلو هذا تعرفونه لمسي. حتى واي فاي يقولك مجاني عندهم. رجعنا الاوتليت مرة ثانية. عيبهم امس ما لحقوا يشترون شيء. عنده شغلات حلوة. يقولون في جمعية عدالة تبيع شغلات ايطالية وراح اشوفها. الخليجيين وايد في المكان هذا. 60 محل فيه. تخفيض بعدين 70%. 70% 70% مش لعبة عندهم. يوم ظهرت من ايطاليا احس ان البطاقه ما تم تشتغل. النت ما يشتغل. ما ادري خلصت الاربع جيجا. شاحت 4 جيجا انا صار لي الحين كم. فاخذت بطاقه سويسريه قال لي ب 20 فرنك 10 ايام انليمت انترنت. طبعا هذا اقل شيء عندهم 10 ايام ما في اقل عن كذي. في جمعيه نعطيني فيها جمعيه ايطاليه فيها سامان ايطاليا. قلنا بروح ناخذ بهارات البيتزا وبهارات الباستا بشوف اذا طحت عليها. وهذا الفوكس تاون الاوتليت. هذا هو بارك هناك تحت النايك الباركن بالضبط. المكان اللي يحيط بال تحس انه كله محلات او مصانع او شيء. تحس المنطقه كذي. رايح ادور الجمعيه ما ادري بها وين. كل شيء يعني اوتليت اظني زي المصانع. يبان شنطة حق السامان حق اللي السامان اللي خلوه لازم شنطة. شكلها الحمراء هذه بأحسن شيء. زين الشنطة بمية فرانك فنانة. شو وايد زينة تصير بها ألوان صيفية هاي. وبعدين هاي فيها الهدايا يعني أساس إنك تشوفها من بعيد ما تضيع. شكلها بعد لو ضاعت هاي وديها عند السيارة نقف السيارة. هذا الباركن مال الأوتلت زين. الباركن ما شاء الله ود فنان مجاني وتحت المول. اكثر شيء يسعد الشباب الوقت يوم يقول لك انترنت انليمت يعني الطريس كامل يعني بالعربي. احلى شيء في هالمكان طال عمركم بارد. مكان بارد فنان. طبعا الحين اللي بيجي في الصيف طبعا لان لوغانو قريبه على ايطاليا. احمد بالعود طالب علي قال لي لازم تراوي ربعي الاوتلت. اوتلت اوتلت حد يعصب علينا.
حتى المحلات اللي عندنا تحسني بضاعتهم غير شوي احسن، احسن مش ممكن احسن، بس عندهم شغلات مش موجوده عندنا. محلات وايد حق برامج سياحيه موجوده في المول نفسه، اذا تبغى برامج سياحيه يسووا لك ويقول لك وين تسير وين تي، شغلهم ترتيب صراحه. وين صديقي على الاصفر؟ اخذت غياض حقه بس على الاصفر. وينه؟ الله يحفظ الصغيرون يا رب. هذا فريجنا، ردينا فريجنا لوغانو بعد رحلة تقريبا يوم كامل إلى إيطاليا. اليوم ذكرني بالحريف عن السمونه تاكسي فري، ويوني كم سواء عن تاكسي فري عشان السماعة الحيرية. اصبر شوي. في المول هاللي كنت نفسه اللي كنت فيه عندهم مكتب حق تاكسي فري، لازم تختم وانت ظاهر من حدود سويسرا بعد تختم، واذا اخذت من ايطاليا شفت الحدود وين كنت عند الحدود انا هناك بعد تختم في المحل وتختم عند الحدود وانت مسافر من اي مطار يعطونك الفلوس. بالنسبه لي انا كرهت السالفه. في 2013 في لندن كانت بطير عني الطياره وكنت ابغى اشتري شغلات من المطار وما قدرت اشتريها وسبت تاكسي فري وعفته خلاص. في لندن اذكر يعطونك في 1100 الساعات 80 الساعة 90 أتوقع كذي تقريبا في لندن. أحلى شيء في الفندق طال عمرك كرمها طبل القهوة، عيبه من النت بطيء وماشي ماي في الغرفة، بس العيب اللي عندهم. وين سار الحبيب أنتي؟ وين في هاواي؟ هاي أختك في هاواي يا سطعك يا كاشخة، بعطيك هذا صبر خلنا نشوف أختك وين كاشخة وين رايحة الحجية هاي. أمس رحت البحيرة أخذت يمين، اليوم بسير البحيرة بأخذ يسار بشوف اليم الثاني. اليوم عاد خلاص اليوم اخر ليله في لوغان وان شاء الله باكر رايحين مكان ساعتين. اشوف مطعم صيني، مطعم صيني باخذ علومه الحين بطالع ايش عنده اكل، عنده ودام عنده شيء. شفت عنده صور كلاب، خفت لا ياكلنا كلاب وما فينا عليه واروح ما نبغى خلاص. شو ما خلت حد ما سلمت عليه. للأسف المغرب وكل شيء مسكر، هاي جمعية مسكرة للأسف، يعني ما تعرف ليش هم يسوون هالطريقة. الله كريم. نجرب هالمطعم شوف يعني شغلات حلوة عنده، مكانه حلو بعد. صراحة مطعم من الآخر، قلنا له جراتسيه، جراتسيه يعني بالإيطالي يعني شكرا، ثانك يو. لا قولي جراتسيه، جراتسيه. أوكي شي صح. العودة إلى المدارس. ها هذا شو مانجو ظن هذا مانجو. صراحة البلاد هاي ضامناها صراحة، كل أمس بيناها في الليل واليوم بيناها في الليل، وفيها محلات وايد حلوة أحس إني ظلمتها وباكر طالع منها. كل شيء مسكر طالع الحلويات. للأسف كل شيء مسكر. ها ما اعرف شو مسكر. حتى اذان المغرب اظني بعد ما اذن لي، ما ادري ليش مسكرين ما اعرف. هذا اللي عنده مولود صغير طال لبس كيف. اقول حق الحرمه باكر احنا رايحين بطوف تعشى اللاتات، ما بشلاتات هني احلى عشى اللاتات بوايد نساء.
سوريا معشر النساء سوري شو شاري اليوم خربان سوريا معشر النساء. السنة اللي طافت خذنا من نفس الماركة هاي جواتي الله يعزكم بس وايد وايد حلوات وايد حلوات. اسمع واحد ياس يعزف بس نشوف شو اخباره. مكان جميل بس مدينه ما اعطيناها حقها صراحه. شرب الصبر والمر والعلقم مهما يقولون ما صار مهما دم انت البدايات واخر ساحل اول ما نوصل وش لك حلو السفر محمد هي حلو شو اللي فيه حلو الجو ايوه والمطعم ايوه وكل شيء شكرا وين سافرت محمد بلجيكا ايطاليا شو فرنسا احنا بعد سويسرا ايه بلجيكا ايوه شو اشترينا حلاوة وشمط ملابس وبعد شو وبس بنروح بكره بنروح بس ما بقول لكم انتوا تشوفوا خلهم يشوفون صح ما مخبرهم صح ايه اوكي الشارع اللي كنا فيه شارع الماركات الشارع طوله كيلو كيلو إلا فنان في كل شيء ما شاء الله عليهم كلهم مسوين تخفيضات في واحد مسوي ليلة حمراء فوق ما الديكوراته شي صيني ولا هو مسوي ليلة حمراء